اتصال مع مراسل برنامج حديث بغداد مصطفى. معي مصطفى؟ نعم رائد، حياك الله. حياك الله. اليوم كنت في جولة يعني من ضمن قطاعات قواتنا المسلحة. حدثني، أوصف لي مشاعرهم، خاصة لهم يعني هذا الميزة تحديدا هذا العيد، لأن يعتبر عيد القرن. أوصف لي مشاعرهم واستعداداتهم، تفضل. نعم رائد، بداية دعني أهنئ الجيش العراقي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس هذا الجيش. فعلا تواجدنا منذ ساعات الصباح الباكر مع قطاعات الجيش العراقي داخل الفرق. تواجدنا مع فرقة المشاة السادسة في قاطع أو في قضاء أبو غريب. يعني كانت هنالك احتفالات بسيطة داخل مقرات هذه الفرق، أيضا كانت هنالك احتفالات بسيطة في شوارع العاصمة بغداد. كان هنالك احتفال أو استعراض رسمي ورئيسي في ساحة الاحتفالات، حضره القائد العام للقوات المسلحة وأيضا الوزراء الأمنيين وأيضا لجنة الأمن والدفاع النيابية وعدد من القادة العسكريين. يعني الذكرى هذا الرقم هو رقم مميز، يعني قرن كامل من الإنجازات. شنو ميز احتفال هذه السنة عن سابقاتها؟ يعني امتاز أو اختلف عن الاحتفالات السابقة؟ نعم رائد، يعني هذا الاستعراض، دعني أتحدث عن الاستعراض أو هذا الاحتفال، ما ميزه أنه جاء بعد إعلان النصر. نعم يعني هنالك الإعلان، مضى على الإعلان 3 سنوات تقريبا، لكن هذا أول استعراض بعد إعلان النصر على التنظيم الإرهابي داعش. جميع القطاعات العسكرية كانت متواجدة في ساحة الاحتفالات، طيران الجيش، القوة الجوية، جهاز مكافحة الإرهاب، سلطة المشاة، القوات البرية، بحضور قيادات عسكرية، حضور الخط الأول من القيادات العسكرية، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ووزير الداخلية. قرن سجل حافل من الانتصارات. هنالك يعني كانت فرحة وهنالك غصة على الشهداء والجرحى، سائلين الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى. يعني هذه الذكرى السنوية للجيش العراقي تعيد تماسك وهيبة سور الوطن كما وصفه البعض من المتابعين للشأن الأمني والمراقبين، وحتى الشارع وصف الجيش العراقي بأنه سور الوطن الماسك للأرض في جميع الأحداث وفي كل مكان وزمان. الجيش العراقي ويتصدى للمسؤولية. رائد كما ذكرت، يعني اليوم الاحتفالات عمت في جميع محافظات العراق، ليس في العاصمة بغداد فقط، يعني في كل محافظة تتواجد فيها قطاعات الجيش العراقي والقطاعات العسكرية كان هنالك يوجد احتفال من قبل يعني قادة الفرق وأيضا من قبل المنتسبين، ضباط ومراتب ومنتسبين. المشاعر أريد أعرف يعني مشاعر الشارع العراقي تحديدا، شلون كان احتفالها السنة مختلفة جدا عن سابقاتها؟ نعم رائد، فعلا مختلفة جدا. يعني كما ذكرت، هذا الاحتفال الرسمي بهذا الإعلان وبهذا الحجم جاء بعد إعلان النصر. كانت هنالك فرحة في الشارع، على الرغم من أنه كانت هنالك عطلة رسمية وبعض القطوعات بسبب الاستعراض العسكري، لكن كانت هنالك فرحة في الشارع. تلاحظ أن هنالك ثقة كبيرة ما بين المواطن وما بين رجل الأمن. ربما هذه الثقة أو هذه الحلقة كانت مفقودة على مدار السنوات السابقة، لكن اليوم هنا تعززت هذه الثقة بأن الجيش هو حامي الأرض وحامي العرض، وأن الجيش هو يدافع عن الوطن، يدافع عن الأرض في كل مكان وفي كل زمان، وهو وجد لحماية الحدود أولا برا وبحرا و جوا وحماية المواطن، إضافة إلى قوات الشرطة. طيب يعني مصطفى، أرد أعرف ما هي مشاعر أو أمنيات خلينا نقول الأبطال من قواتنا المسلحة، أكيد عندهم أمنية لهذه السنة تحديدا. بصراحة رائد، الأمنيات عديدة كثيرة كانت على المستوى الشخصي، يعني سواء كان على مستوى قادة وضباط و مراتب ومنتسبي، لكن الأمنية الوحيدة أو الأمنية العامة التي قد نستطيع أن نتحدث بها، يعني هي أن يعم الأمن والأمان والاستقرار في العراق من الشمال إلى الجنوب.